أمسية طيبة للجميع مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء تنبيه من المستوى الأول عن هبوب رياح قوية خلال أمسية اليوم على الوجهة الغربية، بإمكانها أن يصل لغاية 60 كيلومتر في الساعة على كل من وهران، مستغانم، كذلك عين تيموشنت حتى على ولاية إذن تلمسان. أما عن حالة الطقس خلال يوم الغد، اضطراب جوي سيزداد نشاط أمطار على شكل زخات رعدية إن شاء الله، مرفوقة بحبات من البرد كذلك تقريبا على جل المناطق الشمالية على السواحل وكذلك المرتفعات والهضاب. احتمال كذلك لتساقط الثلوج خلال ليلة الغد على المرتفعات الداخلية الغربية والوسطى. تواصل لهبوب الرياح القوية تقريبا على جل السواحل. أما جنوبا فالأجواء تبقى صحوة، عادة سحب من نوع السفلى ستنتشر على شمال الصحراء. خلال ليلة اليوم إن شاء الله قبل دخول الاضطراب الجوي وتسرب الهواء البارد، درجة الحرارة تبقى مرتفعة نوعا ما على المناطق الساحلية، تتراوح ما بين 12 لغاية 14 درجة، 6 درجات على الجلفة والبيض، 8 درجات على بشار، 10 درجات على الصحراء الوسطى، 15 درجة على أقصى الجنوب. أما خلال ظهيرة الغد درجات الحرارة القصوى مقارنة باليوم ستعرف تراجع، ننتظر بحول الله 12 درجة على المرتفعات الداخلية الغربية والهضاب، 16 درجة على العاصمة، 25 درجة على ولاية بشار، كذلك ورقلة حتى على إليزي إن صلح، 31 درجة على أقصى الجنوب، 32 درجة على تندوف وبني عباس. أما البحر خلال يوم الغد هناك تموج بحر كثير الاضطراب على كافة السواحل، حتى رياح قوية ضمن تيارات غربية أحيانا شمالية غربية تصل لغاية 60 كيلومتر في الساعة. سحب سفلى كثيفة خلال يوم الغد إن شاء الله ستخص واشنطن مع 16 درجة، أمطار على فانكوفر مع 8 درجات، طقس بارد على موريال مع 5 درجات فوق الصفر، هبوب رياح قوية على ميامي مع 25 درجة، وأجواء مشمسة أقول على مكسيكو مع 28 درجة. غروب الشمس ليوم الغد سيكون بحول الله 36 دقيقة بعد 6 مساء. أمسية طيبة للجميع في أمان الله.